هاي أنا ميريام يور كوتش من لوليا تشانل. اليوم حنكمل السيرية اللي وعدتكم فيه الطباتا سيريز، حنشوف موفز جديد بكملوا الموفز اشتغلتون قبل شوي. خلوكم معنا. ثالث حركة من السيرية، أول حركة اليوم بدنا نجرب قد ما فينا إجرنا تطلع وتدق بإيدينا، شو ما نسرع شو ما يطلع الهارت ريت، شو ما نعمل مجهود أكتر. بنجرب نخلي قامتنا مستقيمة، بطننا مشدود وكتفتنا مرتاحين، ما يكون في تنشن بالأبر بادي. رابع حركة من السيري بالعكس، بدل ما الإجرين لورا بنعلي الإجرين لقدام، بدها تطلع ركبتنا تقريبا على مستوى خصرتنا. قد ما فينا نعلي قد ما أحسن، وبنجرب جسمنا ما يرجع لورا، بضل مستقيم وجالس. بهالطريقة بنحافظ على بوستشر مضبوطة وتكنيك صحيحة. كمان كل ما نسرع كل ما نعطي مجهود أكتر، وكلهم 20 ثانية، so push it to the limit، معكم 10 ثواني ترتاحوا. مجهود صغير بيعطيكم نتيجة كتير كبيرة، على طول تذكروا هيدا الشيء. Join us on our social media and our Lulia channel.